جائحة عالمية فيروس كورونا المستجد خطر صحي أثر على نمو الاقتصاد العالمي موريتانيا لم تكن بدعا فقد أدت الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لوباء كورونا إلى آثار اقتصادية كانت محطة اهتمام ودراسة فقد كان لهذه الجائحة انعكاسات سلبية عميقة على الوضع العام لاقتصادنا الوطن بما سببته من تراجع في الناتج الداخلي الخام وكذلك بما ترتب عليها من تقلص المداخل الضريبية وتعاون النفقات وهو ما ساهم في زيادة العجز الميزانية وضع اقتصادي واكبته الحكومة بإصلاحات بنيوية مكنت من الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحه فتم الاعلان عن انشاء صندوق للتضامن الاجتماعي ولمحاربه جائحه كوفيد 19 لحمايه القوه الشرائيه للمواطنين وتعزيز هذه القدره على الصمود في وجه الاثار الاقتصاديه لجائحه كورونا قد تقرر انشاء صندوق خاص للتضامن الاجتماعي ومكافحه فيروس كورونا يهدف الى تعبئه كافه الموارد المتاحه وتوجيهها نحو الأنشطة ذات الصلة بانعكاسات الوضعية الحالية على المواطنين وتحقيقا للأهداف الاقتصادية الكبرى المحددة في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية تعهدات من أجل بناء اقتصاد منفتح متنوع وذي قدرة عالية على خلق فرص للعمل وللقيمة المضافة أقرت الحكومة برنامجين وطموحين أولويات واحد وأولويات موسع معبرين عن الأولويات الاقتصادية وهو ما أعلن عنه رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني في خطاب موجه للأمة اطلاق برنامج اقتصادي متكامل بتمويل ذاتي يربو غلافه الإجمالي على 240 مليار أوقية قديمة وذلك بالموازاة مع ما يجري تنفيذه حاليا من مشاريع على مختلف الصعود إذ هو برنامج مستقل جديد برنامج اقتصادي متكامل هدفه الأساس تعزيز الشفافية والفعالية ومواءمة الإطار التشريعي مع متطلبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص خدمة للتنمية في البلد اجراءات اقتصاديه اخري تم اتخاذها من طرف الحكومه من اجل اقتصاد مستديم قوي ومنفتح ابرزها مراجعه قانون المنطقه الحره في الواديبو لتكون اداه لتثمين المنتوج الوطني ودعم طاقه التشغيل والتصدير الشروع في إعداد استراتيجية وطنية لترقية الاقتصاد التضامني والاجتماعي، وبدء تحضير للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك. إصلاحات هدفها إحداث تحول جذري حقيقي في الاقتصاد وتأهيله للصمود والصعود. ولما لجائحة كورونا من آثار اقتصادية على العرض والطلب، فقد سجل معدل النمو سنة 2020 حدود واحد وفي سنة 2021 حدود 3% معدلات تظهر نجاعة السياسات الحكومية للحد من اثار الجائحة ففي افريقيا قاربت نسبة النمو سنة 2020 ناقص 3% ولاقت دول عديدة في القارة صعوبات جمة في استئناف النمو الاقتصادي كما حقق مجهود تعبئه الموارد الماليه من تخفيض نسبه العجز لسنه 2020 وسيسمح بتحقيق التوازن المالي في سنه 2021 هذا بالاضافه للسيطرة على مستوى التضخم رغم الضغط القوي على الموارد الاستهلاكيه الاساسيه اما على مستوى الاحتياطي النقدي من العملات الصعبه فقد سجل تحسنا ملحوظا وتم اعداد استراتيجيه وطنيه لاعداد التفاوض حول الديون هي الان قيد التصديق وبالنسبه للعمله الوطنيه فقد اكتسبت خلال النصف الاول من العام 2021 3% امام الدولار في حين سجلت تراجعا بنسبه 4% امام اليورو في نفس الفتره في مجال الماليه العامه تم وضع استراتيجيه للحكم الرشيد والشفافيه تقوم على تطوير وتوحيد ادوات ديناميكيه لجمع وعرض البيانات الاقتصاديه والميزانوية والنقديه لتسهيل وتحسين مشاركه المواطن في مراقبه السياسات العامه باستخدام امثل وفهم افضل للبيانات المنشوره الكترونيا على مستوى التمويلات الخارجيه تمكنت المصالح الاقتصادية من رصد تمويلات تفوق 1.2 مليار دولار نسبة 62 منها على شكل هبات ويتوقع استقطاب استثمارات أخرى هامة مباشرة في القطاعات الانتاجية والبنى التحتية على مستوى التمويلات الخارجية فقد تمكنت المصالح الاقتصادية من رصد تمويلات تفوق 1.2 مليار دولار نسبه 62% منها على شكل هبات ويتوقع استقطاب استثمارات اخرى هامه مباشره في القطاعات الانتاجيه والبنى التحتيه ان هذه النتائج المسجله في ظرفيه صعبه تدفع الى الامل في المستقبل بنمو الاقتصاد وبتراجع الفقر وستسمح الاصلاحات الكبرى الجاري تنفيذها بتوجيه استثمارات واسعه الى القطاعات المنتجه، ان الرفع من جاذبيه البلاد للاستثمارات ومن قدرتها التنافسيه وتنويع اقتصادها هي الان اهداف قريبه المنال.